يعني علاج طبيعي ولا حجامة بقى؟ بصي يعني برضو عشان الخلط في موضوع الحجامة دي، يعني عشان برضو في ناس فاهمة ان هي سحر، ان انا لو عندي اي حاجة هعمل حجامة هخف، مش شرط ومش أكيد. بالضرورة خالص. هو بس الناس تفهم هو انا عايزة اعمل حجامة لإيه اصلا، إيه استخدامات الحجامة؟ يعني انا عايزة اعملها ليه؟ هل عايزة اعملها كحاجة وقائية؟ وقائية بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بعمل حجامة علشان اطلع دم من جسمي، مفيش حاجة اسمها دم فاسد، بس نركن أصلا الموضوع ده على جنب طلعت عشان ده اللي بيخلي ناس كتير قوي، يعني لما تقعدي مع حد وتقولي له الحجامة بتطلع ده، يعني ايه دم فاسد اصلا؟ امال هي بتطلع ايه ازاي في يعني؟ دم فاسد في جسمي اصلا؟ طب امال يعني هي الكابس اللي هي طلع بتبقى العفريت اللي موجودة دي ايوه ده بيطلع حاجة ايه؟ من الحاجات اللي بتطلع انت كنت تخوفوني اكتر. الجسم والبلود ستريم عامة بيبقى فيه زي مواد بتزود التهاب موجودة في سطح الجسم، بتخرج لما بنعمل السكشن ده، بنعمل لها عزل مع وبتخرج وبنشرط بتطلع مع الدم. الدم نفسه كدم هو ما فيهوش اي مشكلة، يعني مش دم بس فاسد ولا بتطلع حاجة، الالتهابات اللي في بتطلع الجسم. التوكسين السموم والالتهابات والمواد اللي بتزود الالتهابات اللي موجودة على سطح الجسم عشان بتطلع مع الدم، مع لكن مش الدم، الدم لكن نفسه الدم اللي نفسه ما فاسد. فيش حاجة اسمها دم فاسد. ومش شرط برضو انك تعملها فاحس ان انا سوبرمان بعدها، لا هي ما يعني ملهاش علاقة، بس الفايدة الكبيرة برضو لموضوع الحجامة دي موضوع الجهاز المناعي، ان هي بتقوي الجهاز المناعي جدا للجسم عن طريق ان هي بتستيميوليت، بتحسن كرات الدم البيضاء، فبتطلعي كرات دم بيضاء جديدة، فبتحسن الاميون سيستم او جهاز المناعة بتاع الجسم. دي مش حاجة هتحس بيها، يعني مش هتحس ان انا صحيت انا جهاز المناعة قوي، فدي حاجة ما بس بنحسش بيها. لازم استمر عليها يا دكتور، يعني لازم لو اعملها مثلا كم مرة؟ بص مش شرط، اصل في ناس تقول ايه ده يا نهار اسود، انا عندي 40 و50 سنه ما عملتش حجامه لحد دلوقتي، انا كده هموت وبتاع لا هي في ناس عادي بتعيش عمرها من غير ما تعمل حجامه، بس هي ممكن تعمليها، يعني احنا مش احنا بيقولوا لنا مثلا اتبرع بالدم كل 6 شهور، ده مفيد للجسم علشان بيحسن الجهاز المناعي للجسم، وكرات الدم البيضاء تعيد افرازها فتطلع لك كرات دم بيضاء جديده تشتغل بكفاءه اعلى، فاجهزه الجسم تتحسن، فتأثر على الضغط وعلى السكر بالتبعية على الحاجات دي. هي نفس الفكرة، ممكن تعمليها كل 6 شهور، ممكن كل 3 شهور لو مرة كل بتعمليها ست شهور كحاجة، أو 3 شهور. لو بتعمليها كحاجة وقائية. في بقى بنستخدم مثلا حجامة جافة من غير تشريط ومن غير حاجة، بس دي في العلاجية أكتر، يعني أنا مش حد وقائية. مثلا عنده دي عملتها انا، حد الجافة. ما عنده كوباية كده عادي دي سلايدنج يشفط كابينج، دي يشفط اسمها كده وبعدين حجامة منزلقة، يعني بتقول عليها دي منزلقه سلايدنج كابينج، انت الهدف بيبقى منها ان انت بتحسن هتيجي في الفيديو دي الحجامه الالكترونيه دي دي عملتها الجافه لمحمد رمضان. اللي عملناه استاذ محمد. دي في الحته دي في الاول كنا بنعمل ديب تيشو مساج ببليدز كده وتولز جديده لتفك العقد العضليه وتحسن الالتهاب والحاجات دي، بعدها بنعمل الكابس. ممكن ما تكونش حسيت بتأثير الكبس وقتها لان اتعملت مثلا سيل لوحدها او من غير بقية حاجات، بس صدقني في الاول وفي الاخر ممكن التولز تبقى واحدة، بس الدكتور اللي يكتشف انت سبب مشكلتك ايه وعالج السورس نفسه من الاول، هو ده هي دي الفكرة، مش الفكرة في الحاجات اللي بتستخدمها، طريقة استخدامها دي كونسبت لوحدها. انت ممكن يبقى عندك 60 اصابة في كده لان الاصابات متنوعه، هو مش كل اصابات الكتف، مش عندي انجري في كتفي فهي كلها واحد، لا ممكن تكون اصابات كتير قوي، بس الدياجنوز للاصابه دي او التشخيص للاصابه دي وطريقه استخدام الحاجه عشان تطلع منها احسن ريزلت هو ده اللي بيفرق في الشغل. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. ألفا قنوات الأسرة العربية.